بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أرجوكم، هذه الحلقة جدا مهمة وخطيرة، ولا بد وتسمعون عيالكم، وخاصة البنات، خاصة بناتكم، سمعوهم هذه الحلقة. إخوان الأفاضل، المجتمعات الإسلامية تمر بخطر كبير كبير كبير، وبمؤامرات مدعومة بالملايين، والله مدعومة بالملايين، من قبل ناس أنجاز هدفهم تخريب وإفساد الأمة ونشر الدعارة ونشر الفحشاء والمنكر والعلاقات المحرمة. طبعا كلكم تسمعون عن الحركة اللي احنا قبل ما نعرف عنها، هذه الحركة اللي يمكن صار لها 3-4 سنين الآن، طغت الآن وطلعت بما يسمى الحركة النسوية، وأنا أسميها الفسوية، لأن ما يطلع منهم إلا النتانة اللي هدفها تخريب البنات، وللأسف نشر الطلاق، نشر الدعارة، نشر العلاقات المحرمة، زرع التمرد البنت ضد أهلها، ضد أبوها، ضد أخوها، ضد زوجها. والله هذا اللي قاعد يحدث الآن في هذا الزمن. أرجوكم ركزوا على هذه الحلقة وخلوا بناتكم، لا تقول لي والله ألفاظ، لا تقول لي أرجوك أخي العزيز. إخواني الأفاضل، أنا أخاطبك كأخ وكزوج وكأب، ترضى جاوب على سؤالي قبل ما تجادلني في ألفاظي. جاوب على سؤالي، ترضى بنتك الآن تقوم الصبح أوب وين بنتي؟ مو في البيت، وتقدم بلاغ وتدور عنها يوم يومين، آخر شيء تكتشف أن بنتك ركبت الطيارة وهربت إلى دولة أوروبية. بهدف إيش؟ بهدف خلع الحجاب، بهدف أنه راح أقول لكم بعد شوي ليش. ترضى؟ جاوب علي أب. ترضى أنت يا زوج أن زوجتك اللي صار لك 10 سنين معاها عايشين في عسل، فجأة انقلبت عليك وصارت فرعون عليك وطلبت الطلاق؟ ترضى؟ جاوب على سؤالي. وهنا راح أكلمكم عن حقيقة الحركات الفسوية بما يسمى النسوية. والله إخواني الأفاضل، مدعومين بالملايين، منتشرين في وسائل التواصل وجروبات في الواتساب، جروبات في السناب، في الانستغرام، في برامج في اليوتيوب، ويطلعون ومدعومين من قبل حكومات وناس كبار وشبكات دعارة. شبكات دعارة، ركزوا على كلامي، مليارات يدخلون شبكات الدعارة، وغير المليارات هدفهم الأساسي إفساد أمة الإسلام وأمة محمد. إخواني الأفاضل، الحركات النسوية هذه مسيطر عليها من مجموعة من القوادين في العالم كله. الآن البنت، خلينا نقول مثلا البنت في الخليج، فجأة أوب ركبت الطيارة وراحت، أول ما تسوي، ومش كلامي، شوفوا إخوان الأفاضل، في الطيارة تخلع الحجاب، وأول ما تنزل من الطيارة ترتدي فوق الركبة، ترتدي المشخلع، ترتدي المزلط، ترفع علم المثليين، تنادي بحقوق المرأة، وتنادي أوب شوي، ولا بعد أسبوعين تتزوج واحد نصراني، واحد بريطاني، مسلمة. أنت يا أب يا اللي تقول ألفاظك، اسمع الكلام، تمسك لي واحد نصراني ويروحوا يدخلون الكنيسة وتتزوجه، وفي النهاية لا تخلين زوجك يتحكم فيك، لا تخلين أبوك يتحكم فيك، وكل هدفهم زرع التمرد. الولاية، شنو ولي الأمر؟ شنو ولي الأمر؟ والإسلام وضع ولي الأمر كحامي لهذه المرأة. محرم، شنو محرم؟ يغنون عليها محرم، شنو محرم؟ هذا ظلم، سافري على كيفك، طلعي على كيفك، لبسي، شنو حجاب؟ افصحي الحجاب، انت حر، انطلقي، هذا كلامهم. انا ليش تشوفوني ساعات اقول انطلقي؟ ترى انا اضحك على هالانجاز، هذا كلامهم، انطلقي وادعري والعبي. والله هدفهم هؤلاء حركات النجاسة الفسوية، نشر الفحشاء والمنكر والدعارة، خلع الحجاب، وإيش؟ ويشجعون على المثلية، يشجعون على زواج البنت من بنت، يشجعون على العلاقات المحرمة، وضد الزواج.
ضد الزواج، ما في زواج، عيشي حياتك، مارسي جنس، انت حرة. ليش تخلين زوج يتحكم فيك؟ ليش تخلين زوج متى ما يبيك وانت مش عبده؟ انت مش جارية، متى ما بخاك ينام وياك؟ لا، عيشي حياتك الجنسية على راحتك، تزوجي بنت، تزوجي ولد، تزوجي كلب، تزوجي حمار، بالحرام، ما في شيء اسمه زواج. حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا يقنعونهم، يقنعون البنات بالتمرد والسفر الى الدول الاوروبية بهدف ان يضمونها الى شبكات دعارة عالمية. انا قلت هذا الكلام قبل، شبكات دعارة مجموعة من القوادين على علاقات كبيرة مع كبار رجال الاعمال، كبار الامراء، كبار الواصلين والنافذين والمليارديرية، والله يدفعون في ليلة من 50 إلى 100 ألف دولار في ليلة. تخيل القواد هذا يقبض 100 ألف دولار في ليلة لجل إنه لا أنا أبي خليجية، أنا أبي مصرية، أنا أبي كذا، أنا أبي. يحددون الجنسيات، وهذا القواد شغال وينشر الشبكة اللي عنده في تخريب البنات. إحنا بنعطيش تذكرة، والله والله أي بنت بس يشوفون أنها تبي تتمرد يحجزون لها تذكرة، يحجزون لها هناك فندق وهكذا. آخر شيء، وركزوا على كلامي يا بنات، آخر شيء ما يضحكون عليك ويمصون دمك ويخلونك تنامين مع طقعان وضريطان من رجال الأعمال، آخر شيء يشوتونك، يشوتونك وتقعدين تطلبين اللجوء، ويعطونك في الأسبوع 150 باوند 150 جنيه استرليني وتعيشين على الحبوب بعد ما دمروك واهتكوا عرضك. يعيشونك على الحبوب، قاتلهم الله، قاتلهم الله. وبعدين لاحظوا، لاحظوا انا اقول لكم كلام يخذوه بالادله، في بعض البنات اللي تشوفونهم الان اللي عايشه في امريكا واللي تطلع وكل يوم تستعرض خلفيات وتستعرض، وانا شريت رزريز وانا شريت بيت، من وين؟ من وين؟ هذول قوادات على مسؤوليتي اللي انتم تشوفونهم بعضهم. طبعا الفاكينستات، انا قلت لكم الفاكينستات هذول عباره عن داعرات بائعات هوى، معظمهم طبعا، ما بنقول الكل، معظمهم بائعات هوى. هذا قبل لما بعض الشباب يروحون فنادق دبي وفنادق، كان القواد يجيب لهم البوم. يا حبيبي ما في البوم، الحين انت تبي مين؟ يعطيك بس مجرد عنوانها في الانستغرام، في السناب، في ما ادري وين، دش وشوفها. يشوف، ما تشوفونهم كلهم يستعرضون خلفياتهم، دش شوف الخلفيه وتشوف جسمها. الو يا قواد، طرش لي فلانه فلان، تبون اقول لكم اسامي؟ بالاسم لو تبون يا حبيبي، بالاسم. الو طرش لي فلانه، ويطرش له فلانه، يعطونها في الليله 50 ألف 100 ألف، ودرجه اولى، وتروح ترقص وتدعى، ويشربونها ويسكي ويزني فيها، يشبع من وراها، بعدين يشوتها مثل الكورة ويقلب ويجيب فاكينستا ثانية. هذول يا بنات اللي انتم تتابعونهم، هذول اللي انتم تسوون لهم فولو، هذول داعرات اللي انتم، وكلهم أعضاء في الشبكات النسوية. وهذه الطقعة اللي موجودة في أمريكا، والطقعة الثانية اللي كل يوم تستعرض والله شريت بيت، هذول قوادات، قوادات، قوادات يأخذون من الرجال الأعمال الملايين الملايين، غير أنهم مدعومين. أطلعوا، حرضوا البنات على الهروب، حرضوا البنات على فسخ الحجاب، شبكات دعارة مليارات، وهذول يديرونها ناس من الكبار من فوق، صهاينة، أفلام سكس، أفلام دعارة، منتجات، تجارة قائمة بالتريليونات على المرأة. الآن روحوا تشوفوا عروض الأزياء وتشوفوا البنات شلون يستغلونهم جنسيا، بنات هوليوود والممثل، كلها شبكات دعارة هذه قائمة بالتريليونات. والله صدقوا أخوكم أخوان الأفاضل، خافوا على بناتكم، خافوا على بناتكم إنه يهربون. ولاحظوا كذلك أخوان الأفاضل، لاحظوا، وهذه رسالة وجهها للحكومات اللي نايمة في البطيخ، حالات الطلاق، لا ما عليكم مني، أنا دائما كذاب. روحوا شوفوا الإحصائيات، حالات الطلاق وصلت إلى 80 و85% بسبب الكلاب، النجسات، الحركات الفسوية. لا تخلينا نتحكم فيك، لا تخلينا، لا تطيعينا، يخلونها متمردة على زوجها، أوب 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 أوب، إلى أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق، يودونها تشيش، تعالي روحي كوفي شوب، تعالي نطلع، تعالي نتمشى، لا تخلين الريال يتحكم فيك، أبوك ما يتحكم فيك، زوجك ما يتحكم فيك. زرعوا فيها ان الذكر او الرجل هو العدو اللدود لها، رغم ان الله سبحانه وتعالى
هن قال في القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. شوفوا الله قال في القرآن، شوف أنتوا تكملون بعض، الله قال في القرآن إحنا نكمل بعض، الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل. روحوا شوفوا الإحصائيات، والله 80 و85%. تخيلوا إحنا لو عندنا 100 زواج في الشهر 85 حالة ولا 90 حالة يتطلقون. إيش الحياة اللي هذه؟ كلها مقدمات لنشر الفساد، فساد فساد. حسبي الله ونعم الوكيل. احذر يا زوج، احذر يا أب، احذروا يا حكومات، يا وزارات التربية والتعليم، احذروا يا اللي راقدين في السكسونية. الطلاق زايد بسبب زرع التمرد في أنفس البنات تجاه الرجل. حسبي الله ونعم الوكيل. والله مشكلة. وأنا سويت حلقة شورت قصيرة الكلاب النجسات الفسويات، لما المدير يكلم المرأة ويقول لها والله سوي كذا، مديرك تطيعيه، لكن لما الزوج يقول لها لا تطلعين، لا تعطرين، لا تسوي، لا تطيعينه، لا تخلينا نتحكم فيك، انت مش عبدة عنده. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلها اجندات، والله اخواني الافاضل اجندات اجندات. انتم ما تشوفون ان الحرب على الحجاب موضوع زايد، الحرب على العفة، الحرب على الشرف، الحرب ما في شيء الا وزايد. ما تشوفون ان حتى للاسف في احذية وجزم في بعض الحكومات يشجعون مثل مهرجان الجونة، ودائما يطلعون لكم المرأة انها والله سعيدة، والله كلهم معظمهم، ما بقول كلهم، معظمهم هذول عضوات في منظمات سرية خطيرة 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 بهدف نشر الفساد في الأرض. احذر يا بنتي، انت اللي تشوفيني الآن، لا تسلمين أسرارك، لا تصادقين أي بنت، لابد أن تختارون الصديقات الصحيحات. وأرجوكم أي واحدة بلغوا عليها، بلغوا عليها حتى لو كانت صديقتك في المدرسة. أي واحدة تناديك بأنك أنت تتمردين على زوجك وعلى أبوك وعلى العادات وعلى التقاليد وعلى الدين، بلغوا عليهم. والله شبكات بالملايين بالملايين. شوفوا الآن، لو أنا والله لولا الستر لكنت أعطيتكم أسماء بعض البنات الخليجيات اللي هربوا. روحوا شوفوا شلون عايشين، روحوا شوفوا شلون للأسف صارت عبارة عن بضاعة تبيع جسمها وتبيع شرفها. مرة واحد ما أدري أفريقي، مرة واحد أمريكي، مرة واحد جامايكي، مرة وكل من كل ما بقول بستان زهرة، من كل قمامة طقعة، من كل قمامة ككاه ينام وياها. حسبي الله ونعم الوكيل. صارت بضاعة، اللي دقت صليب، واللي ما أدري إيش، واللي صارت تقول أنا لا دينية، واللي وين بنات المسلمات. يا أخي ما تخافون الله من اللي قاعد يحدث، نايمين في البطيخ ونايمين في السكسونية. إيش أتكلم ولا إيش أتكلم أخواني الأفاضل؟ يعني لو أنا بتم أستمر وأقول لكم قصص وسوالف، والله فعلا فعلا بناتنا مستهدفات. والهدف النهاية إيش؟ نشر الدعارة والبوي فرند والجير فرند وفعل قوم لوط وفعل السحاق ونشر العلاقات المحرمة، نشر المخدرات ونشر الحبوب الهلوسة ونشر. والله في عصابات تتحكم في العالم بس هدفها الفلوس، وطز في الأديان وطز في الأمانة وطز في الشرف وطز في الأخلاقيات وطز في السلوك. ما يهمهم شيء، همهم إن فلوسهم ومصالحهم. والله أنا أقول لكم، في ناس إن لو 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 إن بس عشان يكسب فلوس يرمي قنبلة يبيد البشر ما عنده مشكلة. ما أقول والله، يعني شوفوا بما يسمى مصانع الأدوية، مصانع الأدوية هذول أكبر مجرمين من يقتل البشر، بس عندهم شغل. لا أريد أن أطيل أخواني الأفاضل 13 دقيقة. أرجوكم هذه الحلقة، يعني سمعوا بناتكم من خطر الحركات الفسوية النسوية. أنا أقول لكم مقطع اللي أنا سويته من 3 سنين عن ضرب المرأة، المقطع اللي أنا دافعت فيه عن المرأة ووضحت الصورة الصحيحة للضرب اللي هو غير مبرح والضرب اللي هو بحب وبأدب، هذا المقطع أنا أقول لكم والله في يوم واحد استلموه الفسويات، كان في اليوتيوب، في يوم واحد 15,000 ديزلايك ومسجاء وتعليقات في يوم واحد بالآلاف، كلها سب وشتايم فيني. ويا رب أنها تكون حسنات عند الله سبحانه وتعالى. شلون هذول شبكة شبكة، إلى أن تموا 3-4-5 أيام أب اليوتيوب حذف المقطع وطرش لي إنذار. أنا أقول لكم الحرب شرسة على الإسلام يا ناس، تحركوا. لا أريد أن أطيل، والله أنا طولت كثير. أرجوكم الفزعة، الحركة، شيوخ القبائل، أعضاء البرلمانات، مجالس الشورى، أي إنسان واصل في الحكومة في الإعلام، لابد أن نكون رابطة
وبالجزمة، هذول قلت لكم مثل الصراصير والله، تعطيهم بالجزمة يركضون على البواليع. هذول الحركات الفسوية معظمهم عاهرات، قوادات، صايعات، ضايعات، أعضاء لشبكات وعصابات عالمية هدفهم تدمير بنات الإسلام والمسلمين. أتمنى رسالتكم وصلت.